بسم الله الرحمن الرحيم. بشار بفوزية، رئيسة جمعية صدامون للمسنين بالمركب الاجتماعي باب الخوخة فاس. باسمي واسم الناس المسنين ديال هاد والنزلاء ديال هاد الجمعية، رحنا كنستنكروا هاد التصرفات ديال اللي قمت به هاد الجري ديال هاد الصحافة الجزائرية، ورحنا ورحنا وراء جلالة الملك، ورحنا لهاد الصحافة كنقولوا لهم بأنه راه جميع المغاربة واقفين مع جلالة الملك، واقفين معاه لأنه لواحد الدرجة أنه نفديو بالروح ديالنا، ورحنا وراءه جميع قلبنا وجوارح ديالنا، ورحنا هادشي اللي قمت به هاد الصحافة راه ضرنا بزاف، ولكن هادشي جمعنا حول جلالة الملك بانه رحنا كنبلغوا وكنقولوا له بانه رحنا كنحبوه بزاف، وراه في القلب ديالنا، ورحنا عمرنا ما نساوه، ولكن الروح ديالنا نفديوه بها حنا موجودين. السلام عليكم. مفتخر ابتسام، احنا من نزلاء الرعايه الاجتماعيه. سنتذكروا على هذا رأي اللي قالوا الإخوان الجزائر على الهضرة على سيدنا، ما يمكنناش نكونوا عشرة سيدنا. السلام عليكم. فاطمة أبو خاتم من خيرية باب الخوخة. احنا تنستنكروا هذا الشيء اللي قالوا على سيدنا، وسيدنا راه هو خط احمر وحنا وراءه كدفاع، وراءه الله ينصر سيدنا، هو كيوكلنا ويشربنا ومعيشنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. عاش الباقي، عاش الباقي، عاش الباقي، عاش الباقي. احنا اخوه ما بين الجزائريين والمغاربه، رحنا اخوه، وحنا كنستنكروا هذا الشيء اللي قالوا على سيدنا، ما بغيناش يقولوا على هذا الشيء على سيدنا، لاننا احنا كنحترموا وهما تيحترمونا. فعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم. بورقادي مليكة، الناس دايرين النزلاء ديال المؤسسات الخيرية. احنا هادشي اللي داروا لسيدنا راه ما قبلناه مع ما حتى شي حاجة، وحنا من مورا سيدنا نديروا الجهد ديالنا من مورا سيدنا، والحاج والحاجة احتجاجات نديرو احتجاجات على مقبل سيدنا، والله ينصر سيدنا، الله ينصرو، وحنا ديما مورا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مفيد، رئيس المركب الاجتماعي متاع الاختصاصات باب الخوخة فاس. انا بدوري كجميع المغاربه اندد واستنكر الخرجة الغير محسوبة والغير مسؤولة اللي خرجت بها الصحافة الجزائرية اللي كتبس بالمقدسات المغرب ديال المغرب، وفي شخص جلالة الملك الله ينصره، اللي هو رمز الأمة، هو رمز المغاربة، هو نفديه احنا كمغاربة كمجتمع مدني، نفديه بأرواحنا، نفديه بمالنا، بحياتنا. فلهذا أقول لهذه الصحافة تبا لك أيتها الصحافة المرتزقة، وشكرا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. زيد الحاجه سيري. السلام عليكم. حنا كنتاسفوا على الصحافه الجزائريه هادشي اللي دارت، والملك راه سيدنا والاب ديالنا كاملين، والله ينصر سيدنا. عاش الملك،
عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي سليمة الجمعي، مستخدمة بالجمعية الخيرية الإسلامية بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات باب الخوخة فاس، التي يترأسها السيد الحاج مفيد رئيس المركب، وكذلك كنشكر الإدارة بصفة عامة، والشكر وأنا بدوري نيابة على جميع المستخدمين والمستخدمات في الجمعية الخيرية الإسلامية، وكذلك لأبناء ديالنا والنزلاء كبير وصغير. جميعا نندد بهذه الخرجة التي قامت بها صحيفة الشروق، والتي كانت من الجارة القريبة. أقول عيب وحرام على أن يقول هذا الكلام في اسم سيدنا جلالة محمد السادس نصره الله وإياده، وأتمنى من العلي القدير أن يكون دائما بصحة جيدة، ونطلب من الله عز وجل أن يكون دائما مقداما هماما. وشكرا. محمد بن مخلوف نائب رئيس مجلس التدبير الخيرية الإسلامية المركب الاجتماعي. احنا بدورنا كنبدو بهذا العمل الشنيع اللي قامت به الصحافة الجزائرية، وتنستنكروا هذا العمل الصحافي اللي هو عمل يعني ضعيف ومهم، وإحنا وراء صاحب الجلالة، وليس هناك في العالم من يظن أننا سنرحب بالكلام السيء، فإحنا وراء صاحب الجلالة ونقدسه، لأنه هو الأب الروحي ديال المغاربة كاملين، وهو الصاهر على التقدم ديال هذه البلاد اللي تلاحظوه يوما عن يوم. فنقول لهذه الصحافة أنها سوف لن تستفيد منا في شيء، هذا ما هو إلا عمل شنيع، وهذا غير مقبول عند كافة المغاربة من صغيرها إلى كبيرها، من جميع الفئات الاجتماعية. شكرا. عاش الملك 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 عاش يلا كندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أنا الاسم ديالي أمين بدري، راه نزيل في المركب الاجتماعي وكنيابة على جميع النزلاء. حنا هادشي اللي قامت به الصحيفة الجزائرية راه ما عجبناش بزاف، حيت كيمس الملك ديالنا وكيمس الأب الروحي ديالنا حنا كهنا كنزلاء، وراو كعضو كنيابة على جميع النزلاء. شنو نقولوا للصحافة؟ لعنة عليهم بصفة عامة وصافي على هادشي اللي قاموا به. وعاش الملك وشكرا.